احلامكم ايه؟ ايه احلامكم؟ لا ان احنا ننجح، يعني ان احنا نلف العالم وننجح، يبقى اسمنا معروف. شه اكيد طبعا نفس الحلم ده، ان احنا الباند يعني يوصل للعالميه، يعني يا رب تحترفوا، يعني ننجح مع بعض كلنا، مع الميوزيشنز يعني ننجح. احنا الثمانيه مع بعض، انتوا الثمانيه بس. عاده الفرق بتبدا كده وبعدين حد بقى ينجح ينفع. حتى لو اتفرقنا يعني زي ما برضو بيعملوا مع بعض اغاني، وكل واحد برضو. انت ناويه؟ لا والله لا، هي بتقول ان مبدا لو حصل، يعني لو حصل احنا مرتبطين ببعض قوي، يعني احنا حتى مثلا لو هي قصدي شاهد ان حتى لو واحده فينا مثلا عملت حاجه، فيبقوا احنا دلوقتي مثلا عارفين احمد فهمي دوامه، احمد شاشي مرتبط بالفرقه، فاحنا كل واحده فينا مرتبطه برضو، وهتبقى مرتبطه بكايراتها يعني. ونسمه ايه رايك؟ ايه يعني احلامك؟ لا احلامي ان البند ده يكمل ويكبر ونوصل للمكانه اللي احنا نفسنا فيها، حفلاتنا يحضرها كل الناس، التيكتس بتاعتنا تبقى خلصانه من قبل ميعاد الحفله، والله بجد ونكبر يعني. طيب يعني انا شفتكم بتغنوا صلاح جاهين، دي من الحاجات الحلوه جدا. بترجعوا بقى بتدوروا في الفولكلور، يعني بتشوفوا قديم على جديد، بتطلعوا حاجات كمان لايقه عليكم يعني. بالظبط. احنا صلاح جاهين دي كمان احنا كانت فكره بالنسبه لنا، يعني احنا كانت تشالنج احنا اصلا ننفذها، ان هي طبعا بالنسبه لنا صعبه، واللي قاعدين هيسمعوها هتقبلوها ازاي؟ طب احنا كده مش كل الناس عارفاها. بالظبط. ففي ناس افتكرت ان هي اغنيتنا اصلا، وفي ناس اللي عارفاها اتفاجئوا كده طبعا، قالوا طب يعني ده يعني برافو عليكم ان انتوا غنيتوا اغنيه زي دي. هل اقترح عليكم اقتراح؟ لانه برضو علشان توثقوا الاغاني الحلوه ممكن تقولوا بدايه الاغنيه بتعملوا كده، اغنيه لصلاح جاهين، اغنيه لشيرين، اغنيه لاليسا، غنيتوا حاجات كده صح؟ طب ما احنا لسه كنا دلوقتي الاغنيه اللي غنيناها دي بتاعت شيرين لسه نازله في اخر البوم ليها، فاحنا بصراحه خدناها من هنا قلنا بس لايقه علينا لايقه علينا. بالظبط بالظبط. لكن ما فيش حد ناوي يدخل يعني، انتوا هتحتفظوا بان انتوا تفضلوا بنات بس طول الوقت؟ لا هو بنات، احنا ده كان حلمنا ان احنا حتى نلاقي ميوزيشنز بنات، يعني ده كان حلم لينا، والحمد لله يعني معانا كمان معاكم ميوزيشنز حلوين يعني جدا طبعا، جدا يعني. وبيفكروا بشكل كبير، بيطلعوا لنا افكار فظيعه وتوزيعات فظيعه. لا يعني